سلادين تحقاش يو حقرات كاكسو جي داها باريغا يو برتماها مقالة دهار جيسينا وحا اي اقبالايان اسلامركا سينا يسود ويين سلديغا ملتاري حكومة دا سومالي لان اي بربراكاسي سيدالكا اسكوتاقا امارات كعرب تاسيدا ونوغو ورما يو وريها يغا خضر كافي شركو دان شرهي دي مقالة دهار جيسا سيدا ودا شركا وقو قبتين او دياش و حقرات كا قرادة دا عقاش ويل كا لان يرادا كاسو تيدا باريغا مقالة دهار جيسا ورشا حكومة دا سومالي لان اي دمحسن تاي إن دولد دا إمارات كو سلديق ملتاري كاد إكتو مقالة دا بربرة يحرون تو قبل كساحل يغو حكومة دا سومالي لان كو بغادية طلابة داني اي قادية يغو عرما سيكا اللي اي وحي لادين هذا نقبل ان اوحو دارين هاي كنتي عرما بضانو ما انت ودك انك اترى تاسو اوبا حان ان لغا الله ودن كو حو باين هاي ان لديسو موبا حان اي لدويو وحي ما انت معقولة هناك له شرف له قيمة له هو سو كرية هذي حلبانتي هذي سلطانتي هذي وزير دقمتي هذي تهاي محاي هذين وحقرت أبويها دنيرو أنتوا بيني وقاعدان وحي ضلك هي ضلك هي ومضى بعض نووي بين ترى يدوح ما أنت داري هاي فارق هذا لنا سلقة ملوتري اللي قصي بربرة لقصي رايو دولة الإمارات كعربت marka hore waxaan u leenahay hadaan nahay salaadintan halka fadhiday oo daashaydani anaga iyo dadka naga tala qaatee ee taladeeda naga tala qaata waan taageersanahay ku dhirishada xukuumadda ay ku dhirtay in dalka maalgelin shisheeye ay timaado waxaanu si weyn u taageersanahay maanta maalgashiga ay bixisay dawladdu airportka ee berbera ay dawladda imaaraadka ay ku leeshisay waxa weeye horta een waxa weeye inagu dalbayno nahay urdina een waxaan u baahanahay inaynu dalka la maal galiyo inaynu baahanahay waa arinta uu keenay iyo saldhiga hadii ilaahay idankiisa leeyahay maalgashiga waanu taageersanahay ka tirsanahay dhalinyarada bariga bartamaha magaalada Hargeysa waxaan isku nimi anagoo dhalinyaradaas magaca xambaarsana inaanu maanta موقف كيغا كوادن صليغا دولة الإمارات كليغا سينا يو إن شاء الله تعالى بريتا أن هوشي سلقلي برلمان كليو إنا موقف كيغا كوادن أن أولا نيرحان ونخاذ الله الإمارات كا يو صليغا ملتري وايدا تن كوچيري صحافة برلمان كتبرت السومالي لان إيغا هلو دايو إيغو حطي أنسحيان وا أنسح إنك ما هذا كرتو هوشن لغا حضا يو صليغا فايدو منوري هاي seeno mare anagu waxaan taageersanahay inuu faa'iido leeyahay waayo tii hore laga hadlayay tikada waxa loo yeeyay maanta in dadku ay leeyihiin dadweynuhu faa'iido badan baynu ka helaynaa saldhiga waxa laga yeelay anagu su'aalaha sheegay waxa weeye ciidamada inuu leenahay qalab sida ciidamada tababaradoodii saanadoodii waxa soo dhanba faa'iido laga helayaa khadarka fi kalsan tv argeysa